السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة النهاردة هنكمل مع بعض مدخلات المخزون. هنبدأ من شاشة مواقع الأصناف على الرفوف. الشاشة ديت بتتيح لنا إن إحنا نحدد مواقع أصناف معينة على الرفوف في المخازن، وبتسهل لنا طبعا الطريقة دي بتسهل لنا أو العملية دي بتسهل لنا الشاشة دي الشغل عليها، بتسهل لنا إن إحنا نوصل للصنف بشكل أسرع وأسهل، سواء في عمليات البيع أو التحويل أو الجرد. طريقة استخدام الشاشة ديت عن طريق الضغط على زرار إضافة. هنلاقي الشاشة عندنا مقسمة إلى 3 أقسام. القسم الأول هنا لو حابب أضيف الأصناف على الرفوف بتاعتي من شيت إكسل، طبعا بضغط هنا بحدد مسار الاكسل بتاعي، وبعد كده بدوس على زرار استيراد من ملف اكسل، بيفتح لي ويندو على الكمبيوتر بتاعي اقدر من خلالها اختار ملف الاكسل اللي هرفعه على السيستم، يكون بيحتوي على بيانات الاصناف والرفوف. بعد كده في ترتيب ملف الاكسل، هنا السيستم بيوجهني ازاي اعمل ملف الاكسل، ترتيبه بيكون ازاي، وطبعا ده بيكون الهيدر، لان الداتا بتبدا معانا من السطر الثاني لان السيستم بيبدا من يقرا من السطر الثاني. بعد كده الجزء اللي في النص دوت خاص بان انا انزل الاصناف على الرفوف بشكل اجمالي، بان انا هقول مثلا من المجموعة كذا، من الصنف كذا إلى الصنف كذا، من مخزن كذا إلى مخزن كذا، هيكونوا ملحقين من الرف كذا إلى الرف كذا، وبعد كده بدوس إنزال الأصناف، وممكن أنزل الأصناف اللي جاية في أمر توريد مباشرة أحطها على رفوف معينة، لكن في حالة إن أنا بختار وثيقة من أمر توريد أو مفاتيح شراء أو أوامر الشراء أو طلبات الشراء أو التحويل المخزني أو الاستلام المخزني، أي نوع من الـ6 وثائق دول اللي هي كلها وثائق تفيد دخول أصناف جديدة أو أصناف كميات جديدة للمخزن، بكتب طبعا رقم الوثيقة هنا بعد ما بختار نوعها، وبعد كده بحدد الرفوف هنا وبدوس له المخازن والرفوف وبدوس له إنزال الأصناف، فبينزلهم لي تحت هنا. والقسم الثالث اللي تحت دوت بإن أنا بحدد صنف صنف أحطه على رف معين في مخازن معينة، بيجي أقف رقم الصنف هنا وبدوس F9، بيستعرض لي كل الأصناف الموجودة عندي في السيستم، بختار صنف منهم وباجي هنا أول ما بدوس إنتر هو طلع لي الوحدة اللي بيقاس بيها هذا الصنف والكمية المتوفرة من هذه الوحدة والمستوى التسعيرة بتاعه والعبوة بتاعته قد إيه، بدوس أوكي. باجي هنا في رقم المخزن بحدد له المخزن اللي أنا هحط فيه هذا الصنف، أنا هحط في مخزن الإنتاج التام. بعد كده بحدد الرف اللي هيتحط عليه هذا الصنف، فهنا في رف عندنا اسمه بنطلون فهحطه على رف البنطلون، وبعد كده بنعمل عملية حفظ. بكده احنا ضفنا صنف على المخازن، هذا الصنف مكرر في المخزن 2، يبقى الصنف دوت موجود في المخزن 2 قبل كده على نفس الرف دوت، فممكن هنا نغير له المخزن وهدوس له حفظ. بعد كده هنخرج ونخش في شاشة ربط الأصناف بالملحقات. شاشة ربط الأصناف بالملحقات زي ما احنا شايفين الشاشة مقسومة لجزئين، البيانات الأساسية وبيانات الأصناف. ممكن أدخل بالطريقة اليدوية وممكن أدخل بالطريقة التلقائية أو الآلية على حسب اختياري في طريقة إدخال البيانات من هنا. الشاشة ديت بتستخدم علشان أربط الأصناف بالملحقات بشكل يدوي، وده طبعا بيكون بناء على إن أنا اخترت المتغير أو فعلت المتغير ربط ال... أكون ما فعلتش آسف المتغير ربط الأصناف بالملحقات آليا، لأن لو عملت ربط الأصناف بالملحقات آليا في شاشة متغيرات المخزون مش هيطلع لي الشاشة ديت أو مش هيظهر لي الشاشة ديت عشان أقدر أعمل عليها شغل يدوي أو أربط الأصناف وملحقاتها بشكل يدوي يعني. بعد كده
هنا لو عايز أضيف من مجموعة بعمل الأول بدوس على الإضافة، بعد كده لو عايز أضيف من مجموعة معينة من صنف معين وأحط لهم كمان الملحقات بتاعتهم من هنا. فإحنا كنا حاطين ملحقات في الحجم بس، ما كناش حاطين ملحقات في اللون، وممكن أضيف من صنف على طول مباشرة من هنا، لأن أنا بقف في رقم الصنف وبدوس F9. هنا لما دوست له انتر قال لي رقم الصنف غير موجود، يبقى احنا هنا مش رابطين الصنف بملحقات، يعني مش عاملين في مختار، ما فعلناش المتغير الملحقات في شاشة بيانات الأصناف. فهنا هنروح لشاشة بيانات الأصناف نستعرض الصنف دوت ونقول إن هو هيربط بملحقات أو نفعل متغير الملحقات. هنيجي هنا أصناف بيانات الأصناف، شاشة بيانات الأصناف، هستعرض هنا الأصناف الموجودة، هو ده بالظبط. بعمل عملية تعديل على بيانات الصنف وأجي هنا أفعل المتغير استخدام الملحقات. لو أنا ما فعلتش متغير استخدام الملحقات مش هيقدر يقراه أو مش هيظهر الصنف، السيستم هيقول إن هو غير مرتبط بالملحقات فلا يمكن العمل عليه في شاشة الملحقات. بعد كده هحفظ وأرجع تاني للشاشة اللي كنت فيها. هنا هنتراجع عن العملية علشان السيستم يحس بالمتغير اللي احنا عملناه الأول، وبعد كده نعمل عملية إضافة. يجي هنا في رقم الصنف وندوس F9، كده عرض لي الصنف لأن احنا قلنا له إن الصنف دوت هنستخدم معاه ملحقات. هنيجي في الملحقات بتاعته هنستخدم الحجم مثلا، هنقول الحجم متوسط. بكده احنا ربطنا صنف بملحقات، بعد كده هعمل عملية حفظ. وبنفس الطريقة دي تقدر أربط أي أصناف بأي ملحقات أنا ضفتها. طبعا الملحقات الموجودة هنا إحنا كنا ضفناها من شاشة بيانات الملحقات. بعد كده هنخش في شاشة ربط الأصناف بالأنواع الضريبية. شاشة ربط الأصناف بالأنواع الضريبية هنا بتتيح لي ان انا اربط اصناف معينه بضرائب معينه او نسب ضريبيه معينه، وطريقه استخدام الشاشه عن طريق عمليه الاضافه. ممكن اضيف من مجموعه كامله احطها على ضريبه معينه، هنا مثلا ندوس F9، هنستخدم السلع والمنتجات إلى السلع والمنتجات برضو. هنيجي في خانة من رقم الصنف هندوس F9، في حالة إن إحنا أدخلنا أنواع للضرائب بتاعتنا بتظهر لي هنا، والجهات اللي انا هورد عليها هذه الضرائب بتظهر هنا. بكتب هنا نسبة الضريبة على هذه الاصناف اللي انا حددتها، وبعد كده بقول له انزال البيانات. في هنا زرار خيارات متقدمة، بالضغط على زرار خيارات متقدمة اقدر احدد كمان مش من مجموعة رئيسية بس، كمان من مجموعة فرعية أو مجموعة متماثلة أو مجموعة تفصيلية. ممكن أحدد برقم المورد أصناف جاية من مورد معين، برقم نشاط، بوحدات القياس، بالمركب، الشركة المصنعة، أحدد بالظبط أصناف بطرق معينة على حسب رؤيتي وعلى حسب حاجة الشركة وطريقة شغلها. هنا في نوع العملية إنزال البيانات أو عرض بيانات. إنزال البيانات يبقى إحنا هننزل بيانات جديدة بالضغط على زرار إنزال البيانات، أو هعمل هنا عرض لبيانات قديمة كانت موجودة قبل كده. احنا طبعا هنا هيأنا الضرايب ان هي تكون الضرايب الفات 14% بشكل مباشر، فمش هنحتاج نربط الاصناف بتاعتنا بانواع ضريبة معينة. اذا كانت الشركة ليها رؤى معينة في الضريبة بتاعتها فهتستخدم الشاشة ديت علشان تربط الضرايب بتاعتها زي ما وضحنا.
رقم الضريبة والجهة الموجهة ليها وما إلى ذلك. بعد كده هنخش في شاشة تقييم الأصناف. شاشة تقييم الأصناف بتسمح لي إن أنا أعمل تقييم للأصناف بتاعتي من خلال طبعا عملية الإضافة، وبعد كده ممكن أحدد زي ما قلنا رقم المجموعة. أول ما دوست إضافة هو هنا كتب لي رقم الوثيقة 1، والتاريخ كتبه لي أوتوماتيك. والهدف من تقييم الأصناف هنا إن أعرف الأصناف اللي أنا يعني الكويسة الأفضل عندي من الأصناف الأقل أفضلية في الشركة أو في المخزن، بناء على معايير التقييم اللي احنا اخترناها وحددنا ان احنا هنتعامل عليها من مجموعة معايير التقييم قبل كده اللي احنا حددناها في شاشة المعايير التقييم. بعد كده هحدد المعيار اللي على أساسه هعمل تقييم للصنف. هاجي هنا ادوس F9 واكتب رقم الصنف، او اكتب رقم الصنف على طول اذا انا كنت عارفه. ممكن احدد المجموعة الرئيسية كمان بتاعته، واحدد له وحدة القياس، نوع الصنف من انواع كل البيانات ديت من شاشات، يعني من شاشات او من بيانات مدخلة في شاشات النظام من قبل كده. هيقول لي التقييم دوت من تاريخ كام إلى تاريخ كام؟ هقول له مثلا من تاريخ 1/8/2019 إلى تاريخ 31/8/2019. بعد كده هدوس احتساب المعايير. المفترض ان هو بيحسب لي المعايير على العمليات اللي حصلت على هذا الصنف من التوريد والبيع وما الى ذلك. فاول ما ادوس احتساب المعايير بينزل لي المعايير هنا تحت والقيم بتاعتها على اساس المستوى اللي انا محدده له قبل كده. بكده احنا النهاردة استعرضنا الشاشات الخاصة بالرفوف والأصناف، إن أنا بحدد أصناف معينة على رفوف معينة في المخازن، شاشة نقل الأصناف والرفوف، بعد كده ربط الأصناف بالملحقات، إزاي أربط الأصناف بالملحقات، إزاي أربط الأصناف بأنواع ضريبية معينة، بعد كده عملنا تقييم للأصناف. هنستعرض مرة تانية شاشة تقييم الأصناف بعد ما نعمل عمليات بيع وشراء على الأصناف اللي معانا في السيستم علشان نشوف طريقة عمل هذه الشاشة. أتمنى المحاضرة تكون كانت محاضرة سهلة، تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.